نستقبلكم بمديرية أنابيب. De ces postes sont dotés d'un système de détection. نحن في زيارة إلى منشآت سوناتراك الموجودة عبر ولاية بسان. لقد قمنا صباحا بزيارة قطاع الإنتاج جبل عنق واطلعنا على مجريات الأعمال والإنتاج الموجود. كذلك زرنا موقع مشروع الفوسفات ولاد الحلبة. سوف ننتقل إن شاء الله في أقرب وقت في بناء المشروع الذي سيعود بالمنفعة على المنطقة وأولا على الجزائر، حيث سنرفع من قدراتنا الإنتاجية من أسمدة فوسفاتية وكذلك لوريا، حيث هناك إنتاج لوريا في هذا المشروع، ويكون هناك يعني فرص عمل أثناء المشروع، تكون فرص عمل كبيرة أثناء المشروع، وبعد المشروع ستكون هناك فرص عمل دائمة.